أخيرا تم تطبيق تقنية الفيديو في بطولة كأس العالم 2018 من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة. مصطلح جديد ظهر بعد مباراة الافتتاح بين روسيا والسعودية وتجول الكاميرا في المدرجات، وهو مصطلح التمييز الجنسي. هل يا ترى سيمنع الاتحاد الدولي أو هل منع أو هل طالب بمنع أن الكاميرا تدخل المدرجات وتصور الجمهور؟ الله أعلم. ولا يا ترى في سر تاني احنا ما نعرفوش؟ وفازت فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 بعد فوزها على كرواتيا في الدور النهائي. أما عن نجمة المونديال الأول فكانت كوليندا كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا التي بهرت العالم بجمالها وأناقتها وهي تذهب إلى روسيا لتشجع فريق بلدها، فريق وطنها. كوليندا خطفت الأنظار من الجميع.